أهلا أصدقائي، ومرحبا بعودتكم مشاهدة قناتي. اليوم راح أجاوب على سؤال واحدة من المتابعين من صديقاتي. كل ما أنزل فيديو تقول لي تكلمي عن سباق نماس، تكلمي عن سباق نماس. زين كاني ها سويت الفيديو، أوكي يلا سباق نماس أصدقائي نشتريه كذي بهذا الشكل تشيس، وفيه الطحالب البحرية الجافة، مكتوب طحالب بحرية جافة، ويكون شكله كذي. طبعا هذا نظيف ومن شركة يعني زينة، وراح اكتب لك حق الكويتيين اللي موجودين عندي بالكويت، راح اكتب لكم المكان اللي شريته منه، سعره زين لا مناسب يعني. هو هذا خذيته من هذاك المحل اللي كاتبه اسمه، اللي من غير الكويت تقدرون تروحون حق اي محل مال نباتات يبيع مستلزمات النباتات، قولوا له نبي سباق نماس طحالب بحري حق النباتات. اوكي الحين احنا شريناه، راح يجي كذي متماسك قطعه واحده متماسكه. انا راح اوريكم يعني هذا الشرح حق هذا، نفتح منها نتفه القدر اللي احنا محتاجينه، وترى هذا كمية عودة يعني هذا وايد، ما نبطله كله ونبتلش بالباقي. اوكي ناخذ منه قطعة اللي احنا محتاجينها، ونكون احنا مذهبين له علبة نحط فيها ماي ونقسله نقسله نقسله، مو محتاجته لكن اوريكم الطريقة. نقسله نقسله راح يتفلل يتبطل كله يتبطل، ونقسله ونكب الماي عنه ونحط ماي جديد ونقسله مرتين ثلاث ونكبه مرتين ثلاث ونكبه، بعدين ناخذه ونعصره نعصره حيل نطلع عنه كل الماي، ونخلي هذا فاضي ما فيه ماي، وهذا على قد ما نقدر نعصره نخليه يقطر اخر قطرات، ونخليه عشان ان احنا نستعمله. شلون نستعمله اصدقائي؟ شوفوا انا هذيل النباتات كنت حاطتهم بحوض كبير لان ابيهم بالسباق نماس، لان هما يعني صراحة كان نفس هذا الحوض كبير، انتم شفتوه بالحباب التجدير ملوتي حوض كبير، فخذيت نص هذا تقريبا وحطيته بالارض تحت وزعته، وحطيت نباتاتي اللي صعب انها تعيش وغرسته داخل. عقب ما شدوا حيلهم وصاروا جميلين وكل شيء، قمت وفصلتهم يعني حطيت كل وحدة بحوض، ونشوفهم للحين هم بسباق نماس، مجرد انه يقطر معاي وايد. لحظة نشوف اصدقائي لانه يقطر معاي وايد. اوكي يقطر، ها للحين هي قاعدة بماي وايد لانها بسباق نماس، هي عاشت وكبرت على هالاساس. مجرد اني طلعتها من حوض البلاستيك عشان تتأقلم مع الجو، ما ابيها دايما بالصندوق دايما يعني. كبروا 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 صاروا حجم، من باقي النباتات وايد كبرت، فاضطريت ان انا اكشف لهم صندوق التجدير علشان يحوشهم الهواء مال البيت يتأقلمون شوي 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 شوي، بس ما ابي الجذور يصير فيها شيء. فالحمد لله صاروا زينين، لكن اني انا خليت كل وحده مستقله بروحها، ونشوف السباق نماس داخل. كاهو كاهو هذا هو، نشوف بعد كاهو هذا السباق نماس، هي النبته بجذورها متمسكه فيه. هذه طلعت بروحها، شوفوا نشوفوا اصدقائي الجذور متشربكة مع السباق نماس. فاحنا نكون حريصين لما احنا نحرك النبتة من مكانها لما تكون بالسباق نماس عشان ننقلها حق تربة، نكون حذرين نحاول ننظف على قد ما نقدر من السباق نماس. خلينا ننزل هذا تكون بهذا الشكل، شوفوا السباق نماس موجود زين، نحاول على قد ما نقدر بس لا نأذي الجذور، نحاول على قد ما نقدر نشيلها من السباق نماس ونحطها التربة وعادي يعني لو في قليل منه مو مشكلة يعني بهذا الشكل عادي جدا نحطها في تربة بعدين، بس أنا هذا مو موضوعنا اليوم. فنردها كذي عشان ونشوف هو نفسه أصدقائي، نشوف شكله هو السباق نماس كاهو متروس ماي، نشوفه متروس ماي متروس ماي، لان هي النبتة عاشت بهذه الطريقة كذي نشفة، ونحط لها بالحوض، وهي بعدين لما نحطها بمكانها
وتحت بالحوض فيه ماي راح يمتص لها الرطوبة مرة ثانية ويعبي. بس عم نزله صح كذي. بس هذه هي الحين مستانسة وهذا مايها. هنكب الماي هني. اوكي هنشوف بعد نبتة ثانية. هذه بحوض فيه سباق نماس بس حوض مسكر، هو جلاس بس مسكر من تحت ما فتحت لغاية الحين. ابيها تشد حيلها وابيها تطلع ورقة ثانية، لان هي بس ورقة والورقة الثانية شوية وضعها صعب، يعني ما فتحت وقمتها سودة مو حلوة، ما ادري ما عجبتني، فالوضع مو اكيد. وذاك خلينا نشوف شكلها داخل، للحين ما طلعت جذور قوية. اوكي لكن هي موجودة بهذا، خلنا نعدل لها نشوفه اصدقائي. هو رطب بس مو الرطب اللي يقطر ماء، يعني لما نعصرها ما في ماء لان هي قاعده بجلاس. راح اسوي لها اياه شيء هو مجرد رطب. وردها مره ثانيه، اذا نبي نساعد نبته نبي ننقذها ما نبيها تتعب وكذي. هو يعني نفس الطريقه لو بنسوي حق البيرلايت، بس انا اليوم راح اتكلم عن سباق نماس كذي. وال يعني لو اذا شفته ناشف مجرد كمية بسيطة جدا من الماي، كمية بسيطة بس اني انا اشوف ان الماي يمشي كذي، بس مو شرط انه يتجمع تحت الماي عشان لا تعفن وتخترب. يعيشون ترد وترد عافيتها، بس هي شوية لان وضعها شوية صعب، يعني هي مسكينة قاعدة تعاني. هذه واحدة من النباتات الببروميا النادرة، هم كانت نبتة كبيرة وهذا فجأة قالت مع السلامة، فأخذت منها هذا غصن حي كان صغير تجذير، جذرته وكبر الحمد لله صارت زينة. حطتها بحوض مسكر بجلاس مسكر وهذا مفتوح من تحت، نشوف الفتحات. وحطتها داخل كذي وصب لها ماي مجرد أسفل الحوض، لأن هي فيها سباق نماس. أوبس، لأن هي فيها سباق نماس ما بحرك الجذور وايد عشان هي نادرة ما بيها تخترب. قاعدة بسباق نماس والجذور متمسكة بالسباق نماس وبهذا الحوض الصغير وفي فتحات. قلت لكم حط زيت السقي، أصب لها ماي قليل هني كذي مجرد ماي قليل، هي قاعدة داخل والحمد لله كبرت مثل ما أنتم شايفين. وإن شاء الله تشد وتصير أكبر وأكبر، لأن هذه أنا استأنست عليها إن هي نادرة وحلوة وجميلة، قاعد تكبر وقاعدة تمد. من النوادر اللي عندي بعد بسباق نماس نفس الفكرة، نشوف هني الماي قليل، هذا اللي أنا صبت له شوية مع مغذي فمن كذي الماي معطي لون. وهذا هي بسباق نماس، وهذا ما أدري شنو اللي مد لي وهي قاعدة بسباق نماس. وهذه نبتة نادرة بعد وغالية، هذا اللي بقى منهم. فهذا الإنقاذ وهذا التجذير بسباق نماس بهذه الطريقة أنا مسويها، والحمد لله كلهم وضعهم ممتاز. وصلت المعلومة؟ شرحت بالوافي؟ لكم متابعة ممتعة، يوم سعيد، باي.